استاذ غزوان، يعني في هذه الفترة بالذات نحن مقبلون على ربما تحضيرات من الآن إلى انتخابات، وأنتم تعرفون أن يعني الناخب أو من سيدلي بصوته في الانتخابات يهمه بالنهاية جيبه، وهذا الجيب اليوم المواطن يشتكي، المواطن لا يفهم هذه المشاكل أو هذه الحروب بين اللوبيات يعني الداخلية والخارجية، يشتكي المواطن. لابد أن لحزب العدالة والتنمية يعني سياسة أو استراتيجية معينة ضد أو في 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 هذه الظروف. برأيكم ما هي الاستراتيجية التي يتجه إليها حزب العدالة يعني بتخفيض سعر الصرف وهناك انخفاض لسعر الليرة؟ إلى أين يريد أن يصل؟ يعني هل سنشهد ارتفاعات أخرى للليرة أم يعني سيتدخل البنك المركزي؟ ماذا، ما هي استراتيجية الحكومة اليوم؟ لا شك أن العملة التركية تظهر حساسية مفرطة تجاه الانتخابات واتجاه الأزمات الخارجية وخاصة الأزمات مع واشنطن. يعني كلما حصلت أزمة مع واشنطن نجد أن العملة التركية تتأثر من هذه الأزمة، وكلما زادت التوترات العلاقات بين أنقرة وواشنطن يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد التركي وعلى الليرة التركية. فأمريكا تريد أن تلوي ذراع تركيا الاقتصادي بقضية الليرة التركية، وهذا صرح به ترامب بكل صراحة وقال نحن نضغط على العملة التركية لإخضاع تركيا لما تريد أمريكا، وهذا واضح جدا. لكن أيضا العلاقات الأمريكية التركية العلاقات يعني ليست علاقات قريبة أو صغيرة، علاقات هي علاقات طويلة الأمد، وتعي أمريكا والمجتمع الدولي الدور التي تلعبه أنقرة في استقرار وأمن المنطقة بكاملها، فلا يمكن أن تستمر هذه الأزمات بشكل كبير. لكن يريد أن يضغط على العملة التركية وخاصة كلما حصل استحقاق انتخابي. فاستقرار العملة التركية لا شك أنه مهم جدا في الانتخابات، والمواطن التركي يريد أن يرى الاقتصاد قوي، وخاصة أن المواطن التركي وصل إلى مرحلة حياة وإلى مستوى حياة عالي، لا يمكن أن ترجع الآن بالمجتمع التركي إلى ما كانت عليه قبل 20 سنة. فإذا المحافظة على هذا المستوى يحتاج حقيقة إلى سياسة كبيرة وإلى تدخلات من الحكومة التركية لاستقرار الاقتصاد ولطمأنة المواطن. فمن جملة القرارات اتخذتها الحكومة حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية أن الموظف في تركيا يعوض كل 6 أشهر بمقدار التضخم الذي يحصل في تركيا، وهذا يشعر المواطن أنه وإن نزلت العملة وإن كان هناك تضخم لكن كل 6 أشهر يحاول أن يعوض هذا النقص. وأيضا من القرارات المهمة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية، وأعتقد أن هذه مهمة جدا، هي المواد الأساسية لحاجة كل عائلة في تركيا. تحاول حكومة تركيا أن تدعم أو أن تخفض الضرائب بحيث أن المواطن العادي ما يستهلكه شهريا لا يتأثر بارتفاع الأسعار وبارتفاع العملة، فلذلك تسعى بهذا الشكل. لكن أيضا هناك فئة مستفيدة من نزول العملة، المستفيد الأكبر من نزول العملة هي شركات التصدير، وشركات التصدير تعتمد عليها تركيا بشكل كبير، وهناك قطاع كبير يعمل في التصدير في تركيا. هذا التصدير الآن أصبحت الآن البضائع التركية منافسة جدا للبضائع الصينية والأوروبية، فلذلك الآن إقبال كبير على البضائع التركية بسبب انخفاض سعر البضائع التركية. أيضا السياحة إلى تركيا، لا يمكن أن نهمل السياحة، فتركيا تستفيد ب40 مليون سائح يأتي سنوية إلى تركيا. عندما يأتي السائح إلى تركيا ويدفع فقط 800 يورو أو 1000 يورو خلال أسبوع، لا يمكن أن تجد هذا السعر في أي دولة أخرى منافسة لتركيا. وأيضا يستفيد من نزول العملة أيضا قطاعات أخرى تريد أن تجعل من أن يكون الأسعار، أسعار السياحة وأسعار الصادرات جيدة، لكن طبيعي أيضا من يتأثر سلبيا، فمثلا الذين يستوردون من الخارج لا شك أنهم يتأثرون بشكل كبير، الذين التضخم يزيد في التضخم الموظفين، نعم الحكومة التركية تعوضهم، لكن أيضا القطاع الخاص
الخاص يوازي الحكومة في هذه القضية، فإذا ترتفع الأسعار في تركيا وارتفاع الأسعار ليس بصالح تستخدمه المعارضة بشكل كبير جدا للضغط على تركيا على الانتخابات. فأنا أقول كالآتي، السؤال الذي تفضلت به، لأول مرة في تاريخ الانتخابات التركية أن الانتخابات تبدأ قبل سنتين، الحملة الانتخابية تبدأ قبل سنتين، كل الانتخابات السابقة كانت تبدأ قبل 5 أشهر 3 أشهر، لكن لم نجد في تاريخ تركيا أن الانتخابات قبل سنتين. إلى عام 2023 ما زال هناك سنتين، ومع ذلك الحملة الانتخابية بدأت بشكل قاسي وبدأ تكسير العظام من الآن، وبدأ الخارج أيضا، أمريكا تصرح بشكل كامل أنها تدعم المعارضة لإسقاط أردوغان، وهذا لم يحدث في تاريخ، يعني يجتمع 10 من السفراء ويحاول أن يتدخلوا في القضاء التركي، ولولا أن الحكومة التركية يعني ردت قاسية على هذا لأن عام 2023 نعم. كما صرحت حكومة حزب العدالة والتنمية أن الهدف الأساسي لتركيا أن تخرج من عمق الزجاجة هو عام 2023، فوضعت خطة تركيا لعام 2023، خطة طويلة منها القسم الاقتصادي، كيف ستكون تركيا بين 10 دول الأولى بالعالم بحجم اقتصادها. هذه أهداف نعم. كبيرة جدا، هذه الأهداف التي جعلت هذه الحملة الانتخابية داخليا وخارجيا يبدأ بالضغط على لإسقاط حكومة حزب العدالة حتى لا تصل تركيا إلى عام 2023 بالخطة التي وضعت.